السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي صفحتنا راك في السوق. اليوم 13 أفريل 2019، رانا مباشرة سوق تجلابين للسيارات المستعملة. اليوم عرف السوق دخول عدد كبير للسيارات المعروضة للبيع، أضف إلى ذلك دخول عدد أكبر من الزوار كانوا بعدد كبير أيضا، لكن يبقى ديما البيع هو الغائب في السوق رغم كل هذه الظروف، يعني كلها متوفرة حتى المناخ كان متوفر. كما قلت لكم رغم كل هذه الظروف يبقى السوق ديما حابس، البيع مازالوا ناقص على العموم. نقدر نقولوا حاجة قليلة اللي تباعت اليوم في السوق، بما في ذلك ايضا يعني الاسعار كانت عرفت استقرار، ما تعرفش تغير في الاسعار، ما لاحظناش ارتفاع ما او انخفاض كبير، يعني بقات مازالت يعني نفس المساومات اللي تساوموا بها السوقين او الثلاث اسواق الماضية مازالت هي. ربما يعود هذا للتأثير على ما يحصل حاليا في الجزائر من تغيرات اللي إن شاء الله تكون في صالح البلاد إن شاء الله والمواطن خاصة. هذا ما كان دونك اون جينيرال السوق اليوم عرف دخول كبير للسيارات، مع أيضا عرف دخول معتبر للزوار كانوا بقوة، لكن البيع ديما غائب، الذي يعني كما نقولوا احنا مجهول يعني علاش الناس ما راهيش تشري، ربما بسبب الظروف اللي راهي تمر بها البلاد او شيء من هذا القبيل. دونك هذه هي. السلام عليكم لايف ديمي خاطر. نشوفوا بعض الرسائل تاع المتابعين الاوفياء تاعنا. سبورتاج 2011 2012 2013، سبورتاج 2011 2012 2013 يكون لي زونفيرون 180 هكذاك، وعلى حسب لا فينيسيون يلحق حتى 220 حاجه نقيه بيان سور. 2010 حتى 2013 هكذا لي زونفيرون هادو، 2011 حتى 2013 زونفيرون هادو هما لي زونفيرون تاعهم، حاجة نقية بيان سور. سي 3 2007 ما نكذبش عليك اخي اوكين ايدي، ديجا اصلا ما نلقاوهاش بزاف. بولو لايف 2014، بولو لايف 2014 وين لاحقا تكون لي زونفيرون 178 حتى 180، 185 كانت فريمون نقية، وكيلومتراج بيان سور يهدر يبدل. بيكانتو 2007، بيكانتو 2007 راهي في لي زونفيرون تاع 70 مليون 75 65 75 اونفيرون تاعها اذا كانت فريمون نقية. هذه هي دونك هذه نذكروا متابعينا اللي وصلوا معنا اللحظه، رانا مباشره من سوق تجلاب من السيارات المستعمله ولايه بومرداس. اليوم عرف دخول عدد كبير للسيارات المعروضه للبيع، مع ايضا عدد معتبر من الزوار، رغم كل هذا البيع يبقى ديما حابس في السوق، لهذا ربما ان يرجع هذا المشاكل اللي تمر بها البلاد او الناس ما راهي متخوفه يكون هناك انخفاض في الاسعار ربما في الايام القادمه. دونك هذه هي، نخلوكم على ضمين سراك نكمل معكم البث المباشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رانا مباشرة من سوق السيارات المستعملة لبلدية تجلابين. كما قالكم الأخ الأدمين شيفت كونسيرنون السيارات دخلوا اليوم بقوة، وكذلك الزوار، الزوار كان أكثر، كان دخول كبير للزوار، بيان سور الناس يحبوا يعرفوا لي بري تاع لي فيكول واش راهم دايرو، سورتو مع لي زيفينمون اللي يصراو في البلاد، دونك الخاوة كاع راهي حابة توقع ولا نقدر نقولوا تتوقع سقوط الأسعار. ومن جانب الآخر هناك كما يقولوا أصداء ولا معلومات عن مصانع التركيب، هناك معلومات عن عودة استيراد سيارات ما دون 3 سنوات، يعني هناك تغيرات، راح يكون هناك تغيرات في سوق السيارات، بالك من على 4 موا ولا 5 موا راح يكون هناك تغيرات فوالا. وحنا نتمنى يوصل المواطن وين يقدر يشري ان فيكول لاباس به، بروتيجي روحو كوتي سيكوريتي، كوتي ايرباك، كوتي اي بي اس، كوتي كونفور، يقدر ياكسيدي لسيرتان كام تاع لي فيكول فوالا. نقراو بعض الرسائل لي فان تاع لي فان تاعنا. ماروتي 2011 ايطاف بيان بون ايطاف فلاد، ماروتي 2011 دير فواحد 50 هكذاك الاخ هكذاك فوالا اكزاكتومون. كيا بيكانتو شحال عام 2011 دور لك فواحد 90 هكذاك، هذوك الجوايه. خاوتي نذكركم بلي
اليوم رانا مباشره من سوق سيارات تجلابي لساعات مستعمله، عندكم دخول كبير للسيارات وكذلك الزوار كما راكم تشاهدوا. يعني الساعه راهي لحد الان راهي 10:30 والغاشي مازالوا ما خرجوش، وهذا هذا اللي راجع لعدم وجود البيع. الغاشي كاع حابه تبيع وماش حابه تبيع بسومه هابطه، باش لو يساهم يساهم بسومه هابطه. دونك هناك كما يقولوا تضارب بين الشائع الشاري والبائع. اكزاكتومون فوالا. و كونسيرن الاسعار، هناك استقرار في الاسعار بارابور للاسابيع الماضيه. واش نتوقعوا؟ ان شاء الله نتوقعوا راح تكون هناك تغير في الاسعار كما يقولوا الاشهر الجايه ان شاء الله. فوالا. السلام عليكم خويا، قداه اش دي 208 2017؟ واش نقول لك، قليله بزاف في السوق. 2016 راهي الدور اونتر 20 في لي 20 هكذاك، 2016 حاجه نقيه و 220 نحب نقول لك. فوالا اكزاكتومون. نذكروا المشاهدين الكرام رانا باش نقول لهم بلي رانا مباشره من سوق سيارات تجلابي سيارات المستعمله. الاسعار مستقره، دخول كبير للزوار وكذلك السيارات. اللي يحب يعرف كاش السعر تاع السياره يبعث لنا على الخاص باش نعطوا له لو بري استيماتيف. ماشي حنا ماشي نعطوا له لو بري اكزاكت، مي راح يكون لي بري كيما يقولوا استيماتيف تاع الفيكول تاعو. واش نقول لكم الخوا، دمتم في رعايه الله وحفظه، كنتم مع فريق راك في السوق من سوق سيارات تجلابين لسيارات المستعمله. دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام.